توقع بتميز بقدمها اليسرى الجامده جدا، بتضرب بيها في الهجوم وفي الوش كويس قوي، بتميز بطولها الفارع ما شاء الله، وقدرتها على ان هي تضرب المنافس من بعيد كويس سواء في الهوجو او في الهيد جارد. معاها دلوقتي كابتن محمود عبد الجواب مدرب المنتخب، وبتجهز نزول الملعب مباريات دور قبل النهائي، مباراه حاسمه قدام الفلبين. يا رب ان شاء الله تقعد تفرحنا كلنا باذن الله. عمليه تيست على الهوجو، الفلبين اوكي، مصر اوكي، هنبدا المباراه. الفلبين في الهوجو الازرق و تقع بالهوجو الأحمر. بسم الله الرحمن الرحيم، دعوات الملايين، دعوات الناس اللي في الملعب، دعوات كل الناس معانا لتقع. لعبة الفلبين باين قوي انها واقفة رفع رجلها لقدام لفوق عشان شكلها معتمد عليها في الاتاك والديفنس. محاولة ممتازة زي ما قلنا، تقع رجلها الشمال حساسة جدا وقوية وبتلعب بيها تحت وفوق كويس قوي. تاني ناراتشاجي بالرجل اللي قدام الشمال بس ما جاتش لسه. عايزين واحدة منهم تيجي بقى تقعد تريحنا تماما. الحقيقة لاعبي الفلبين زي لعيبة آسيا مميزين دايما بالفنيات العالية، مميزين بان هم بيتحركوا بجسمهم كويس قوي، بيفادوا كويس قوي، وتحس كده ان هم مدملكين، يعني الوصول للهيد جارد بتاعهم صعب جدا. فضلت 30 ثانيه على الجوله الاولى، مفيش نقط لسه. ايوه يا تقى قربنا قربنا، برافو يا تقى. اول ثلاث نقط، ثلاث نقط ناراتشاجي يمين بس معترض عليها مدرب فلبين. يعني هي قربنا قربنا، حتى لو دي اتقبل الفيديو ريبلاي، بس تقى استخدامها رجلها الشمال واليمين ان شاء الله هيوصلنا ان شاء الله. دلوقتي كارت الفيديو ريبلاي رايح من الحكم اللي في النص لحكم الترابيزه. الحمد لله الحكام اتغيروا، فالحكام دول شكلهم مركزين. دلوقتي حكم الترابيزه الرئيسيه هيشوف الفيديو ريبلاي. قدامنا زمايل تقى في منتخب مصر القومي بيشجعوها، منهم شهد بطلتنا اللي اخذت الميداليه البرونزيه. ومعانا الفيديو ريبلاي، الدخله الاولانيه زقه شمال، الدخله الثانيه يمين، بس هي يمكن هي ما جاتش. هنشوف دلوقتي الاعتراض هيتقبل ولا لا، بس الحقيقه يعني تتقبل او لا احنا مش متضايقين خالص، لانه باذن الله تقى قريبه من الفوز. فعلا اتقبل الاعتراض بتاع مدرب الثلاث نقط الفلبين، وهتتشال الثلاث نقط دول. معلش مش مشكله، ان شاء الله تقى هتجيب ثلاث نقط وست نقط وهتجيب اكتر بكتير ان شاء الله الفتره اللي جايه، وننهي الجوله الاولى كسبانين ان شاء الله. شاشات الملعب كانت جايبه الفيديو ريبلاي، الحكمه بتشاور باشاره الثلاث نقط اتشالوا، ودلوقتي هتستأنف المباراه. فاضل 21 ثانيه عن نهايه الجوله. حلوه دي بقى، دي جت اهي الحمد لله. اعترض عليها تاني مدرب اعترض تاني، بس ان شاء الله المره دي الكارت يتسحب. كابتن محمود بيقول ان في نقط، ثلاث نقط تانيين، يعني بيقول ان في ضربتين جم في الهيد جارد بتاع لعيبه الفلبين، ومدرب الفلبين بيقول ان الثلاث نقط الاولين دول ما جوش. هم عموما في لقطة واحدة فمش هياخدوا وقت. إن شاء الله كارت الفيديو ريبلاي بتاع كابتن محمود هيرجع له، كارت الفيديو ريبلاي بتاع مدرب الفلبين هيتاخد. يا أبو سهل. الحكمة راحت بلغت الاعتراض للترابيزة الرئيسية. كابتن محمود بيشاور لتقى تقلع الهيد جارد عشان تاخد نفسها وتريح. كويس جدا التركيز في العوامل حتى الجانبيه دي مهم جدا. ده الفيديو ريبلاي. لا دي جت طبعا، دي جت طبعا الاولانيه الشمال، دي جت كويسه جدا وجميله الحقيقه. وراها على طول في واحده ثانيه اهي قريبه، يعني بس يعني دي بقى اللي يمكن فيها كلام وممكن ينزل على كتفها، بس يمكن، بس الاولانيه جت اكيد. فان شاء الله كارت الفلبين ان شاء الله يتسحب. كارت الفيديو بتاع مصر بقى هنشوف. تقى سمعت تعليمات كابتن محمود ورفعت الهيد جارد لفوق عشان تاخد نفسها بسهوله وتريح.
اترفض الاثنين زي ما توقعنا، يعني الاثنين اترفضوا والكارتين اتسحبوا، مفيش مشكله خلاص بينا زي بعض مفيش كروت. ورجعنا تاني للمباراه، النتيجه 3 نقط مقابل لا شيء لصالح مصر في الركن الاحمر، وفاضل 14 ثانيه على نهايه الجوله الاولى. يا رب 3-0. تقى بتعمل تاني نار تشاجب اللي قدام، واضح ان ده سلاح قوي عند تقى بتستخدمه على طول. محاولات بلعبه الفيلبيتا دي جت برضه، برافو برافو، 6 نقط، برافو 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 يا تقى، ممتاز ممتاز، استخدام جيد جدا. مهم قوي ان اللاعب يعني دايما يا نرمين بنقول ان اللاعب لو عنده ضربه قويه وهو واثق فيها وبيلعبها كويس جدا يقدر يضربها حتى لو التاني عارفها متوقعها. في ناس يعني بيكسبوا ببيك تشاجي، بس بيعرفوا يلعبوا بيك تشاجي كويس في تايمين كويس وبيقدروا يكسبوا بيها. يعني مثلا كوريا مثلا في نارا تشاجي وتي نارا تشاجي بيضربوها وكل الناس عارفه ان هم هيضربوها وبتلبس برضه. فالحقيقه يعني اداء ممتاز من تقى وتفوق ظاهر جدا على اريان اسبيدا من الفلبين. تقى احمد بن مصري في الركن الاحمر، ودلوقتي فتره ما بين الجولات بتسمع تعليمات مدربها. طبعا الجمهور احنا شايفينه موجود في المدرجات بيشجع بشكل كبير، وقدامنا نتيجه الجوله الاولى 6 نقط لصالح تقى احمد مقابل لا شيء مقابل اريان سبيدا من الفلبين، وهيبتدي الجوله الثانيه. يا رب ان شاء الله النصر. محاولات لكسر المسافه من لعبه الفلبين، واخذ انذار عشان بتمسك. 7-0 لصالح تقى. الفلبين داخله عايزه تعوض من دلوقتي، حكم هتدي انذار لتقى للشد. 7-1 لسه زي ما احنا. نارا تشاجي شمال وراها شمال وراها شمال تاني، هتطلع تاني اهي. لو تقى غيرت دلوقتي ضربت يمين هتيجي على طول. هو مدرب فيلبين طبعا قايل للعيبه بتاعته تحط ايديها وتشيل نار تشاجي بتاع تقى وهي طالعه. لو ضربت تقى بعد الشمال دي اي ضربه يمين هتيجي. المهم يعني النتيجه 7-1، فاضل حوالي 50 ثانية على نهاية الجولة الثانية. زي ما قلنا طبعا احنا عارفين الماتش من 3 جولات، المباراة تنتهي بنهاية الجولة الثالثة، واجمالي السكور هو اللي بيتحسب في نهاية المباراة. نارا تشاجي من اللي قدام من تقى. 7-4، في 3 نقط جم منين دول؟ هي مش باينة خالص من عندنا، يعني احنا من زاويتنا هنا ما شفناش أي 3 نقط خالص. 3 نقط لتقى دلوقتي، كمان نقطتين لتقى. 9-4 لصالح تقى في الركن الاحمر. 9-6 اتحسبت لها بيك تشاجي للاعيبه الفلبين. مدرب الفلبين بيقول لها خشي اسحبي لجوه الاول وبعدين اضربي، بس لعبة الفلبين مش عارفه تنفذ. بالعكس انا شايفه تقى كانت بتزق عشان تلعب، بالعكس هي كانت بتزق ما كانتش بتمسك. 7-9 السكور قرب بطريقه مش ظريفه، احنا ما كناش نحب ابدا السكور يبقى بالمنظر ده قليل كده. الجوله الثانيه خلاص 7. اعتقد ان كابتن محمود هيدي تعليمات لتقى انها تلعب. هو من القوانين الجديده برضو ان الاول كان اللاعبين بيحضنوا عادي، ممكن ايدين واحد فيهم يبقى ورا الثاني. دلوقتي مجرد ما ايد اي لاعب تعدي بس جسم اللاعب الثاني لازم يبقى انذار شد. دلوقتي كاتب محمود بيقول اضربها، بيقول تقى ارفعي قبل شمال وانزلي اضربي يمين باللي ورا، مش بس شمال اضربي يمين باللي ورا. تعليمات في محلها، وان شاء الله ان شاء الله تعمل فرق في السكور وتخلي تقى تتاهل للنهائي وتحقق لنا الحلم ان شاء الله بالوصول للمباراه النهائيه. بين الجولات تعليمات المدربين، الجمهور كله في المدرجات بيشجع مصر. يا رب. دخلت اللعيبه الملعب وبنجهز لبدايه الجوله الثالثه والاخيره. الجوله الثالثه والاخيره تبدا المباراه، الجوله الثالثه والاخيره. 9-7. تقى هجمت يمين
الحكم ابتدي توقع كل انذار في كل ضربه تقريبا، معناها ما بتمسكش خالص يعني. بصراحه يعني مجموعه من الانذارات غريبه. 9-8 لصالح توقع، عايزين نقطه كمان يا توقع، ضربه كمان تدينا نقطتين يرفعونا شويه في السكور. برافو يا البنت لعبت الفلبين، لمست الهوجو وتحسب لها نقطتين. بس في نار تشاجي برضو شمال لتقى. 11-9 لصالح الفلبين. فضل دقيقة على نهاية الجولة. انذار للفلبين بقى 11-10. كويس يلا يا تقى. برافو نار تشاجي بالقدام ممتازة. واحدة كمان ممتازة. 16-11 لتقى. برافو. عايزين الجمهور كمان يقف مع تقى ويشجع. لازم برضو الهوجو يبقى مقفول. خلاص فاضل 50 ثانية. 16-13 يخلي بالنا يا توقع ما تلمسكيش خالص. انذار كمان ممتاز للاعيبه الفلبين. 17-13 مباراه عصيبه الحقيقه، كنا متخيلينها اسهل. ضربه على طول تشاجي اللي قدام بس ما حسبوهاش. ضربات متتاليه ادي جت بقى. برافو اخيرا الحمد لله. 20-15 الحكم هيدي انذار تاني. الله 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 حكمة شالت، شايف انها شدت وضربت نار تشاجي. شالت ضربه تقى. بس هيشيلوا كام بقى، 3 ولا 2؟ 3. اعوذ بالله. 17-19 برافو جت على الهوجو. نار تشاجي جت على الهوجو. تقى ابعديها عنك واقفل الهوجو كويس قوي. كويس. 20-16 الحمد لله. 28 ثانيه الماتش ما بيعديش بصراحه. الفريق تقى كويس ما تخليهاش. زقيها يا تقى زقيها. 20-16 طبعا لعبه الفلبين اقصر وعمال يضرب من جوه. خلي بالك يا تقى 20-18 15 ثانيه خلاص. ايوه بقى عايزين حاجه في الوش. يا خبر ابيض. 20-20 السكور بيتغير في ثواني. لعبه الفلبين قصيره وبتلزق في تقى وبتضرب من وراها. يلا تقى خلي أربع بالك ثواني. تحت بس واقفلي تحت بس يا تقى. خلاص كده يا خبر وصلنا للجولدن بوينت. كان شيلي قوي لازمه. الجوله الجايه دقيقه واحده واللي هيجيب اول نقطه هو اللي هيدخل يلعب فاينل تحت ميزان 37 بنات. الحقيقه لعيبه الفلبين اتعاملت مع الماتش يعني دهاء شويه وبقت تخش تلزق في تقى وتضرب ضربات كتير قوي ورا بعض. كل واحده منهم لما بتتحسب باتنين بتعوض السكور وده اللي عملته. من 20-16 بقت 20-20 بضربتين. لعبت اربع خمس ضربات من جوه، اثنين منهم اتحسبوا باربع نقط. يا رب يا تقى يا رب. ماتش مش صعب، انت احسن بكتير بكتير. فرق امكانيات كبيره. معنا انطباعات الجمهور وتشجيع الجمهور. كل الناس بتشجع تقى، كل الناس بتزعق. كابتن محمود طبعا مخضوض من السكور اللي اتقرب من غير لازمه. يا رب. لعبة الفلبين بتزعق وهي داخلة بتشجع نفسها وبتحمس نفسها. تقى إن شاء الله متحفزة وجاهزة. عايزين ضربة واحدة بس يا تقى. ضربة واحدة بس يا تقى جولدن بوينت تكسبنا الماتش. وكابتن محمود بيشاور لها بيقول لها إيدك على الهوجو، خلي إيدك على الهوجو ما تلمسكيش. لأن فرص لعبة الفلبين إنها تضرب ضربة في الوش مش كبيرة قوي، بس هي بتلعب على تحت، بتلعب على الهوجو. يا رب يا تقى يا رب. الجمهور كله بيقول تقى تقى. كل الناس بتشجع تقى. كلنا عايزين تقى تكسب توصل للمباراه النهائيه. لعبه الفلبين لاعبه مش سهله ولاعبه عندها دهاء عالي جدا، ومدربها هو اللي خلاها تاخد الاتجاه ده في الماتش ان هي تحضن جوه خالص وتلتحم تماما مع تقى وبعدين تضرب من جوه. تالت الجوله الاخيره جولدن بوينت. يا رب. نار تشاجي حلوه جدا. واحده كمان يا تقى، واحده كمان نخلص الموضوع. يا رب. قربنا يا تقى قربنا. كويس. انذار انذار للاعيبه الفلبين. يا رب. عايزين واحد تاني. طب حتى يا ريت. برافو يا تقى. خلي بالك من الهوجو، ايدك على الهوجو اهم حاجه. طبعا لو تقى بتضغط تبقى احسن، ممكن الفلبين تطلع بره او تقع. بتجري لعيبه الفلبين لورا يعني تقع، يمكن لو ضغطت سنه تطلعها بره تاني او تديها انذار كمان. كملي يا تقع.
بتجري بتجري بتجري. كابتن محمود بيقولها اضغطي كملي. ايوه كملي كملي. ايوه دي جت في وشها والله، جت في وشها، جت في الهيد جارد. 10 ثواني خلاص يا رب. ان شاء الله احنا كسبانين، ان شاء الله احنا كسبانين. كابتن محمود بيقول لها اصبري وقبليها زقة بالمين. خلي بالك من هوجو، خلي من هوجو. الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله ان شاء الله مصر هي اللي هنشوف السيستم هيطلع ايه. يا نهار اسود للاسف. ازاي يا جماعه؟ السيستم بيشوف كام لمس عملها اللاعب. يعني الحقيقه برضو خساره غير مستحقه على الاطلاق، غير مستحقه على الاطلاق. تو افضل بكل النواحي من اول ماتش لاخره، لكن لعيبه الفلبين لمست اكتر. السيستم بيشوف مين لمس اكتر، مش مين بيلعب احسن ولا اعلى ولا اقوى، بيحسب مين لمس اكتر عدد من اللمسات في الجوله الاخيره. وهي البنت لمست اكتر، نتوا كانت بتلعب على الهيجارد اكتر ولعبت نارا تشاجي كذا مره. نارا تشاجي لو ما جاتش مش بتتحسب. عموما هارد لك لتوقع، اداء جيد جدا، كنت قريبه جدا يا توقع. توقع طبعا اكيد دلوقتي حزينه جدا، زمايلها بيعيطوا في المدرجات زعلانين، لكن المباراه هي دي الرياضه. يمكن وجهين لعمله واحده، الفوز والهزيمه. وتوقع لاعبه مميزه جدا وعندها ان شاء الله مستقبل مبهر في التايكوندو. اهي دي جت اللمسه دي اللي قدامنا على الفيديو ريبلاي. يعني الحقيقه اللمسه دي جت في وش البنت، طبعا الحكام للاسف ما حسبوهاش. خساره غير مستحقه الحقيقه، كانت تقعد تستحق تكسب. وعندنا